التينية دجاجين تفل بثوم والليمون والفطر مع البطاطا مدة التحضير 30 دقيقة مدة الطهي 90 دقيقة تكفي لـ6 أشخاص المكونات دجاجتان متوسطة الحجم مقطعة إلى 8 قطعون ربع كوب من كل من الثوم والمهروس زيت الزيتون عصير الليمون كوب من الفطر الطازج المقطع ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف كيلو غرام من البطاطا صغيرة الحجم مكعب من مرق الدجاج ملح وفلفل أسود حسب الرغبة طريقة التحضير تتبيل قطع الدجاج بزعتر الملح والفلفل الأسود وشويها بالفرن لمدة 1.5 ساعة غسل حبات البطاطا جيدا وتقطيعها إلى 2 مع القشر وسلقها 1/2 سلقه وضع البطاطا المسلوقة في صينية للفرن وإضافة القليل من زيت الزيتون لها ورش القليل من الزعتر المجفف والملح والفلفل الأسود وتقليبهم جيدا وادخل الصينية لفرن محمل مسبقا على حرارة تتراوح من 180 درجة مئوية لمدة 5 دقائق وضع مقلاة على النار وإضافة القليل من زيت الزيتون وتسخينه وضع الفطر المقطع تشوح قليلا بزيت وإضافة القليل من الزعتر المجفف الثوم المهروس مكعب من مرق الدجاج الفلفل الأسود الملح وعصير الليمون وتقليبهم جيدا لتتجانس جميع المكونات معا تحضير طبق التقديم بوضع البطاطا المشوية في الطبق ووضع قطع الدجاج فوقها ثم سكب مزيج الفطر والثوم والليمون عليها وتقديمها ساخنة صينية الدجاج بالخضار والبشاميل مدة التحضير 60 دقيقة مدة الطهي 20 دقيقة تكفي لـ4 أشخاص المكونات دجاجة متوسطة الحجم مسلوقة ومخلية من العظم حبة من البصل المفرومة كوب من كل من أذرة البازيلا والجزر الفطر المقطع مكعب من مرق الدجاج رشة من جوزة الطيب ملح وفلفل أسود حسب الرغبة ملعقة كبيرة من الزيت النباتي ملعقة صغيرة من الزبدة كمية من جبنة الموزاريلا لتغطية الصينية مكونات البشاميل 50 غراما من الزبدة 4 ملاعق من الطحين كوبان من الحليب السائل كوب من كريمة الطبخ ملح وفلفل أبيض حسب الرغبة رشة من جوزة الطيب طريقة التحضير تحضير البشاميل وضع الزبدة في قدر لطهي على النار وإضافة الطحين لها وتحريكها جيدا إضافة الحليب تدريجي لمزيج الزبدة والطحين مع الاستمرار بالتحريك إضافة رشه من جوزة الطيب الملح والفلفل الأبيض لمزيج البشاميل لاستمرار بالتقليب مع إضافة كوب الكريمة بالتدريج وترك الصلصة على نار هادئة حتى تصبح غليظة القوام وضع قدر الطهي على النار وإضافة الزيت والزبدة لتسخينهم
إضافة البصل المفروم للزيت وتقليبه إلى أن يذبل. إضافة الجزر، البازيلا، الفوطة ومكعب مرق الدجاج وتحريكه مجيدا. إضافة الدجاج المخل من العظم والقليل من الملح، الفلفل الأسود، جوزة الطيب وكوب أذرة وتقليب المكونات جيدا. سكب خليط الدجاج والخضار في صينية الفرن وإضافة البشاميل للصينية، ثم وضع الجبنة على سطح الصينية وادخلها للفرن قليلا حتى تذوب وتقديمها. صينية دجاج بصلصة الخردل مدة التحضير 20 دقيقة، مدة الطهي ساعة واحدة تكفي ل4 أشخاص. المكونات 6 قطع من أفخاذ الدجاج الكاملة، ملعقة صغيرة من الملح، ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف، ربع كوب من زيت الزيتون، نصف كوب من معجون الخردل، ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون، ربع كوب من العسل، القليل من أعواد الزعتر والحسلبان الروزماري. طريقة التحضير: تسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وضع قطع الدجاج في زبدية عميقة وإضافة الملح، الفلفل الأسود، الزعتر وخلطها جيدا. وضع الزيت في مقلاة على النار وتسخينه، ثم إضافة قطع الدجاج المتبلة وتشوحها فيه إلى أن يصبح لونها ذهبي. رفع قطع الدجاج من المقلاة ووضعها في صينية للفرن. في نفس المقلاة سكب عصير الليمون وإضافة العسل والخردل وتحريكه إلى أن يتشكل لدينا صوص بقوام سيميك نوعا ما. سكب الصلصات على قطع الدجاج في صينية الفرن وإضافة القليل من أعواد الزعتر والحسلبان. إدخال الصينية للفرن وتركها لمدة ساعة إلى أن ينضج الدجاج وتقديمها. صينية الدجاج بالخضروات مدة التحضير 10 دقائق، مدة الطهي 40 دقيقة تكفي ل6 أشخاص. المكونات: كيلوغرام من الدجاج، رأس كامل من الثوم، حبة من الخرشوف، 4 أعواد من البصل الأخضر، 10 حبات من المشروم الفوطر، حبتان كبيرتان من الطماطم، بصلة من البصل الأحمر، حبة متوسطة من الفلفل الأخضر الحلو، حبة متوسطة من الفلفل الأحمر الحلو، 3 حبات متوسطة من البطاطا، نصف كوب من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة من الأوريجانو، ملعقة كبيرة من الريحان، ملعقة صغيرة من الكمون، نصف ملعقة صغيرة من كل من الكركم، الهيل والمطحون، الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من الكزبرة، ملعقتان صغيرتان من الملح. طريقة التحضير: تقطيع الدجاجة إلى 8 قطعون أو حسب الرغبة بعدد القطع. وضع الكزبرة والريحان والملح والفلفل والكركم والكمون والأوريجان في طبق عميق وإضافة زيت الزيتون والتقليب جيدا.
إضافة قطعي الدجاج لخليط البهارات، تقطيع البطاطا إلى 40، وتقطيع الفلفل الأخضر والأحمر إلى مكعبات كبيرة وإضافتهم على طبق الدجاج، تقطيع المشروم إلى أنصاف وإزالة الساق منه. طرق رأس الثوم بحافة السكين طرقة واحدة ووضعه مع بقية الخضروات والدجاج. تقطيع البصل الأخضر إلى 3 أو 4 قطع، وتقطيع البصل الأحمر والطماطم إلى 40، ثم إضافتهم على الدجاج. استعمال سكين حادة لتخلص من ساق الخرشوف، وتقطيعها إلى 4 قطع طول، وقص أطراف أوراق الخرشوف الجافة، ثم وضع الخرشوف على الدجاج. تقليب المكونات جيدا لتختلط جيدا بالبهارات وزيت، ووضعها في طبق الفرن وسك بكوب من الماء. وضع صينية الدجاج في الفرن لمدة 15 دقيقة عند درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم إخراج الصينية من الفرن وتغليفها بقطعة من ورق الألومنيوم. إعادة الصينية للفرن مرة أخرى إلى أن ينضج الدجاج. تقدم الصينية مع الأرز المطبوخ. صينية الدجاج والأرز مدة التحضير 10 دقائق، مدة الطهي 60 دقيقة تكفي ل4 أشخاص. المكونات: كوبان من الأرز البسمتي، 4 حبات من الهيل، ملعقتان كبيرتان من زيت أذرة، ورقتان من ورق الغار، ملعقة كبيرة من الملح. مكونات خليط الدجاج: 4 قطع من فيليه الدجاج، كوبان من الماء، حبتان كبيرتان من الطماطم المفروم، 4 فصوص مهروسة من الثوم، حبة من الفلفل الأخضر مقطع إلى مكعبات، بصلتان مقطعتان إلى جوانح، قرنان من الفلفل الأخضر المفروم، ملعقتان كبيرتان من كل من، معجون الطماطم، الزيت، الزبدة، ملعقة صغيرة من كل من، الملح، الكمون، البهار والمشكل، 1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، 1/2 ملعقة صغيرة من الهيل المطحون. طريقة التحضير: اغسل الأرز عدة مرات ونقعه لمدة 1/2 ساعة. وضع كمية وفيرة من الماء في قدر على نار متوسطة، وإضافة ورق الغار والملح وزيت وحبات الهيل الصحيحات. إضافة الأرز عند غليان الماء وتركه ليطهي لمدة 8 دقائق، ثم تصفية الأرز من الماء. قطع الدجاج إلى مكعبات متوسطة الحجم ووضعه في طبق عميق. وضع الكمون والفلفل والملح والهيل والبهار في طبق صغير والتقليب لتختلط البهارات جيدا. توزيع 1/3 كمية البهارات على قطع الدجاج وتقليبه ليتغطى جيدا بالبهارات. وضع الزيت وزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة إلى أن يسخن الزيت. إضافة مكعبات الدجاج إلى الزبدة وزيت والتقليب ليصبح لون الدجاج ذهبيا.
إخراج الأدراج من المقلاة ووضعها جانبا ثم وضع البصل في المقلاة، إضافة الطماطم والفلفل والثوم ومعجون الطماطم والفلفل الأخضر وإضافة نصف كمية البهارات، تقليب المكونات لتختلط وإضافة الماء، ترك الخضروات لتغلي لمدة 5 دقائق ثم إضافة الدجاج إليها وتقليبه إلى أن يغلي لعدة دقائق أخرى. سكب خليط الدجاج في طبق الفرن ووضع الأرز على خليط الدجاج ثم توزيع بقية البهارات على الأرز. تغليف الصينية بورق الألومنيوم ووضعها في الفرن لمدة 60 دقيقة. صينية الدجاج والبطاطا مدة التحضير 10 دقائق، مدة الطهي 60 دقيقة تكفي ل4 أشخاص. المكونات: كيلو غرام من الدجاج، 4 حبات كبيرة من البطاطا مقطعة إلى أصابع سميكة، قرنان من الفلفل الأخضر مقطع إلى أنصاف، 6 فصوص من الثوم مقطعة إلى شرائح، بصلتان مقطعتان إلى جوانح، 1/4 كوب من زيت الزيتون، 1 كوب من الماء، 1/2 كوب من عصير الليمون، ملعقة صغيرة من كل من، القرفة، الكزبرة، الأوريجانو، 1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، 1/4 ملعقة صغيرة من الكركم، 1.5 صغيرة من الملح. طريقة التحضير: وضع طرف الشبكية وسط الفرن وتسخين الفرن لدرجة حرارة 180 مئوية وإحضار طبق للفرن. تبطين باطن الصينية بورق الألومنيوم مع ترك جزء من الورق خارج الصينية. وضع الدجاج وزيت وعصير الليمون والثوم والملح والبصل والفلفل الأخضر والبطاطا والفلفل والكركم والأوريجانو والقرفة والكزبرة في وعاء عميق وتقليب المكونات لتختلط جيدا. سكب خليط البطاطا والدجاج في الصينية وتغليفها بورق الألومنيوم. وضع صينية الدجاج والبطاطا في الفرن لمدة 60 دقيقة. التخلص من ورق الألومنيوم بعد مرور 50 دقيقة وإعادة الصينية للفرن لتحمر البطاطا والدجاج.